يعني للأسف، وكل مرة كل ما نيجي نحتفل بحرب أكتوبر برضو شعور الحزن ده أو المرارة دي بيكون حاضر، إنه عندنا أجيال كتيرة جدا جدا ما تعرفش حجم البطولات والتضحيات اللي حضراتكم قدمتموها، ويمكن ربما كمان لا يدركوا حجم حرب أكتوبر أو إلى أي مدى حرب أكتوبر كانت فعلا حرب فاصلة في تاريخ مصر وتاريخ الأمة العربية. تمام. فللأجيال اللي هي ما تعرفش بطولات اللي جيل حضرتك قدمها وما تعرفش حضرتك، فتقول لهم إيه عن سيادة اللواء عبد الوهاب سيد عبد العال؟ أولا بطمن حضرتك إن حاليا دلوقتي الحمد لله بتكليف من الرئيس السيسي ومن الوزير صبح صدقي ومن رئيس الأركان، كلف بعض القادة القدام ما يتعدوش على الصوابع ناس خبرة إنهم ينتشروا وينقلوا الخبرة بتاعتهم في جميع وحدات القوات المسلحة، نقل خبرة، بنلف على الوحدات كلها وبنقعد مع الناس كلها، جيوش ميدانية وبحرية وجوية وكل حاجة، وبندي محاضرات جميلة جدا. انت كده حضرتك لا تذيع سرا؟ لا ما بذيعش سر، ده عادي معروف، نقل الخبرة دي معروفة في كل جيوش العالم. أنا بنقل الخبرة، ودي وحش إن أنا بنقل خبرتي للناس الشباب الصغير لطلبة الكليات لا ما بقولش العسكرية. وحش، انا بقول يعني لا حاجة لا لا ربما يكون سر يعني. لا لا، ده في أسرار أكتر من كده. لا ده مش سر، إن أنا يعني إن إحنا مكلفين بإن إحنا ننقل خبرتنا للجيش كله. تمام. فأنا بطمن حضرتك وبطمن الشعب المصري إن في القوات تواصل بتاعتنا أجيال. في تواصل أجيال، لدرجة ناس كانوا بيقولوا لنا يعني من الجيش وناس كبار بيقولوا لنا أنتوا الجيل بتاعكم ما حصلش والجيل بتاعكم. قلت له يا فندم لا ما تقولش كده. بقى ليه؟ قلت له يا فندم لا ما تقولش كده، احنا عملنا حاجات كويسة وحاجات جميلة جدا وبطولات، ومن ضمن شغلنا ان احنا علمناكم انتوا كقادة، قادة جيوش وقادة فرق وقادة قادة، انتوا القادة علمناكم وانتوا علمتوا اللي بعديكم. ففي تواصل اجيال، تمام. يعني العمليه مش واقفه، لا في تواصل اجيال. والناس اللي بتحارب دلوقتي في سيناء ما دول تلاميذنا، واخدين الحته بتاعت اكتوبر وبروح اكتوبر، وبيحاربوا وبينظفوا سيناء، وقربوا خلاص ان شاء الله الحمد لله يعني قربت تتنظف تماما ان شاء الله. فانا بقول للناس بطمن ان الشعب الجيش المصري كده ما شاء الله، ما حدش يقدر يوصله، ده جيش قوي ونط 6 درجات اعتقد ولا ايه، ومصنف من احسن جيوش العالم يمكن رقم 6 أو 7. فانا يعني وطبعا اللي ارى اليومين اللي فاتوا دول مذكرات هيلاري كلينتون عرف انها وقفت عملت كذا بلد ودخلوا على سوريا ودخلوا على مش عارف بتاع، وقالت المشكله الوحيده اللي بوظت لنا الخطه بتاعتنا هي مصر، دي مصر هي اللي بوظت الخطه، وجيش مصر هو اللي بوظ الخطه دي. هكذا قالت هيلاري كلينتون؟ ايوه موجوده في مذكراتها، موجوده ونازله في كل حته، ده كتاب عاملاه كتاب بتقول اللي احنا كنا عايزين نكسر البلاد دي ونكسر مصر، وبعد كده نخش بعد كده نفتتها ونخش بعد كده على الكويت، بدايه بالكويت على الامارات على السعوديه، وتقدر تسيطر وتعمل خطه جديده خالص للمنطقه بتاعتنا. وقايله كده قالت اللي عجزنا هو الجيش المصري، هي عارفه قوه الجيش المصري. فانا بكلم حضرتك على الشباب بتاعنا اللي هم في العسكريه حاليا، اللي هم في سواء ضباط عساكر مجندين كليات عسكريه، دول 100 100 وشفناهم كلهم روحهم معنويه في السماء، لان احنا الجيش بتاعنا مش لا في مسلم ولا مسيحي ولا في شيعي ولا سني، جيش كده، والجيش هو الشعب. عظيم. طب ما اولادنا واهالينا هم الجيش.